أنا سما المصري. هي الحقيقة بيطلع عنها أخبار كتير، سواء الفترة اللي فاتت أو كل فترة. المهم آخر أخبارها إنها أعلنت عن عودتها للتدريس في كلية الإعلام كمعيدة في إحدى الجامعات الخاصة. سما المصري معيدة في الجامعة، ده خبر جديد، وهي معانا على التليفون نفهم منها معانا الخبر. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. انا مش عارفه اقول الفنانه سما ولا الدكتوره سما ولا الداعيه سما. غلبتينا يا فندم، غلبتينا معاكي. ولا كابتن سما. ولا كابتن سما، غلبتينا يا سما. نعمل ايه؟ بص حضرتك، هو بس ايه يعني، انا الحقيقه يعني عشان خاطر حضرتك وعشان خاطر القناه انا عملت مداخله. تشرفي. انا ربنا يخليك، بس انا مقرره ان انا يعني هعمل مؤتمر ان شاء الله على الاسبوع الجاي. ايوه، هوضح فيه كل الحاجات اللي هي ايه عامله لغط عند الناس. بس هتعملي مؤتمر امتى ان شاء الله؟ الاسبوع الجاي. تمام. بس انا طب حضرتك، هو حضرتك كنت اصلا معيده في كليه الاعلام من قبل من قبل ما تتجهي للفن؟ ما انا هقول لحضرتك، الجامعه انا فعلا كنت معيده سنه 2002، بس مش معيده معينه. يعني ايه؟ يعني احنا كنا لسه خارجين، انا خريجه اداب انجلش، فكنت لسه متخرجه من الجامعه. عشان اروح اشتغل ادرس في جامعه لازم اعمل دبلومه وماجستير، فعشان انا اشتغل على طول لان ما كنتش لسه عملت، فبنشتغل اسمها مدرس بالساعه. يعني احنا بنشتغل مدرسين بالساعه، بناخد حق الساعه. هو المدرس احنا لازم المدرس عشان يشتغل يحصل على الماجستير. لا لا لا، الجامعات الخاصة ما فيهاش الكلام ده، الجامعات الخاصة كانت بتشغلنا مدرسين بالساعة، كل واحد على حسب تخصصه. ده مدرس المساعد هو كمان اللي بياخد ماجستير، مش المدرس. مدرس لازم دكتوراه. اه يا فندم. تمام. فالجامعة لما طلعت بيان بعد ما انا عملت الجي سي، انا فعلا عملت، رحت الجامعة وقدمت للسيد عند الكلية طلبين، طلب ان انا اعمل دبلومة وماجستير ودكتوراه، وطلب تاني ان انا ارجع ادرس. هما ال لا، حضرتك تعملي دكتوراه ومش عامله ماجستير؟ يا فندم بقول لحضرتك دبلومه وبعدين ماجستير وبعدين دكتوراه. اه يعني حضرتك كنت عامله الدبلومه والماجستير؟ لا الاثنين. بالراحه بالراحه، انا ما عملتش لا دبلومه ولا، انا قدمت طلبين. حضرتك سجلتي؟ تقصدي انك سجلتي؟ لا، انا قدمت طلبين، ان انا طلب بان انا ارجع معيده زي زمان، وان انا اعمل دبلومه وماجستير ودكتوراه. طلبين، والطلبين موجودين لحد دلوقتي على مكتب السيد عميد كليه اعلام جامعه ستة. حلو. انا هم فعلا قالوا لي لما خدوا بطاقتي ودوروا على اسمي ما لقوش الاسم. فهي الست الفاضله الدكتوره نوال وكيل الكليه قالت لي ان وارد الموضوع ده من 2002، من زمان. لما بنلاقي اسماء ناس درسوا عندنا بيبقوا عاده ماكسيموم ممكن يقعدوا لمده 5 سنين، يعني مده 5 سنين فاتوا. لو ليه اكتر من كده الورق بيتخلصوا منه؟ لا اكتر من كده، قالت لي ممكن تسالي في الماليات لان هي اللي كانت بتقبضك، فاكيد اسمك هناك. قلت لها خلاص انا الاسبوع الجاي، لان انا كنت رايحه في الويك اند، فقلت لها خلاص الاسبوع الجاي انا هاجي لهم للماليات واشوف اسمي عشان الست تتاكد ان انا. لكن فعلا هم ما لقوش اسمي، يعني البيان بتاع الجامعه صح مش غلط انهم ما لقوش اسمي. في ناس قالت لا ما لقوش اسمي، وعلى فكره هي قالت لي كمان بعد منك بسنتين ثلاثه مش هنلاقي اسماء، ده ممكن يبقى موجود في الماليات. أيوة. عادة اللي بيثبت اسمه على هيئة التدريس عندهم اللي بيبقى معاه دبلوم وماجستير ودكتوراه وبيدرس هو معاه الدكتوراه، مش مدرس بالساعة. أنا حبيت بس أفك اللغط ده عند الناس، لأن في ناس بتقول إن أنت كدبتي. لا أنا ما كدبتش، أنا كنت. لكن حضرتك مصرة على المشروع ده، يعني ناوية إن شاء الله تكملي دراستك و لا وارد، ده بناء، لا ده بناء على أنا أكمل دراستي، بس ممكن أكملها في حتة تانية غير عندهم، يعني ممكن أكملها في آداب إنجلش في أي جامعة تانية. حضرتك ممكن تكملي ماجستير في جامعات خاصة معتمدة كمان، مش أو ما أو يعني معاهد خاصة معتمدة للتدريس الماجستير والدكتوراه. لا أنا أساسي عايزة أعملها في إعلام، وات إيفر بقى، في إعلام 6 أكتوبر على حسب لو هم عايزاها في الكلية نفسها أو التخصص بتاعي. يعني هي الدكتورة نوال نصحتني قالت لي ليه ما تعملهاش في التخصص بتاعك الإنجلش؟ لا أنا عايزة أعملها في الإعلام. طب ليه عايز تعمل لا طب ليه يا سما عاوز تعمليه في الاعلام؟ والله ما قعدت في بيتكم، انا هسيبكم تشتغل. ايه؟ ليه بقى؟ قولي لي بقى. انا مش قعدت. عايزه تنافسينا ليه يا سما؟ انا ما اقدرش انافسكم. عشان تقعدينا في البيت يا سما؟ ماشي يا سما، ماشي. اصل حضرتك الاعلام ده يعني متضمن حاجات كتير، مش بس الاعلام التلفزيوني. يعني في اعلام، في ممكن ابقى مذيعه في راديو،
ممكن اشتغل في مجال الاعلام، ده مش محتاج ماجستير ودكتوراه، ده محتاج حياتك اللي اذا كنت هتخصصي، انت عارفه ان ده تخصصي يعني. لكن عموما التعليم حاجه محترمه جدا، واي حد عايز يتعلم ده شيء مشرف. انا بس حضرتك برد على ان في ناس قالت ان الجامعه صدمتها في بيان الجامعه، صحيح مش غلط، الناس ما غلطوش على فكره، هم قالوا كل اللي حصل انهم فعلا دوروا على اسم ما لقوهوش. سلام معناه في الفيديو قلت انا كنت معيده هنا وانا هعمل ماجستير ودبلوم ودكتوراه هنا في الكليه هنا، وانا قدمت. طب هم بقى يرفضوا او ما او يقبلوا، دي حاجه يعني ما حدش رد عليا رسمي في قبول او رفض. نفس الموضوع بالنسبه لاتحاد الكوره، انا قدمت طلب. ما هو بقى انا كنت اسالك انت بالنسبه بقى للرياضه، انا شفت لك فيديو وانت بتتسلمي درع النبوغ برياضه. طب يعني رياضه بقى ولا اعلام بقى ولا كل حاجه ولا ايه يا سما؟ يعني طيب يعني هتقعدي بقى كمان اللعيبه في البيت ولا هتعملي ايه؟ طب الاعلاميين هتقعدينا في البيت، ماشي يا ستي، ورياضيين كمان. بصي بصي حضرتك قولي لي، بصي اتفضلي، الكوره المدير الاداري اللي انا مقدمه له في اتحاد الكوره ملوش علاقه باللعبه بالفوتبول، ملوش علاقه باللعيبه، ملوش علاقه بالفنيات. ايوه، هو ليه علاقه اكتر بالحاجات الاداريه، تنظيم الاتوبيسات، تنظيم الاقامه في الفوتبول. هو ده اللي خدتي عليه درع النبوغ؟ لا، الدرع ده حاجه ثانيه. الدرع ده خدناه ليه بقى؟ ايه سبب ان حضرتك تسلمتي درع النبوغ؟ كان النبوغ في انهي مجال؟ طب انا هقول لحضرتك. اتفضلي. في شركه اسمها ذا وينر، الشركه دي شركه اساسا سياحيه. ايوه. الاصل هي شركه سياحه مش شركه رياضيه. دي عامله ايفنت لتنشيط السياحه في شرم الشيخ. ايوه. فعامله ماراثون رياضي هناك. فانا مشتركه معاهم، فهي كرمت مش انا بس، كل الناس اللي مشتركين. ايوه. اشتراكهم في تنشيط السياحه عن طريق الماراثون الرياضي اللي هيتعمل في شرم الشيخ. تمام. عشان بس الناس ما تتخيلش ان هي لها علاقه بالرياضه، لا، ده تكريم من جهه بتنشط السياحه عن طريق الرياضه. اشكرك، اشكرك، الفنانه سما المصري اشكرك. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. معانا